قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال له الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم عن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه. لعل الكلام الذي كرهه كما يدل عليه بقية السياق وتتمته أنه نال من بعض المؤمنين بشيء من الأذى، إما علقمة نفسه أو من بعض المؤمنين عموما من أهل العلم والفضل. وهذا من دأب الخوارج في قديم الزمان وحديثه، الحط من العلماء والنيل منهم والوقوع في أعراضهم والانتقاص من مكانتهم والطعن فيهم، هذا من ديدن الخوارج في قديم الزمان وحديثه. بل إن أول خطوة تكون في الدخول في هذا الفكر الخبيث الفصل بين المرء المراد دخوله في هذا الفكر وبين أهل العلم، هذه أول خطوة يبدأونها مع من أرادوا إدخاله في هذا الفكر، فكر الخوارج، الفصل بينه وبين أهل العلم والفضل بانتقاصهم والحط منهم والطعن فيهم وعدم الاعتداد بعلمهم. فإذا فصل عن العلماء تمكن هؤلاء من زرع ما شاءوا من فكر في من زرع ما شاءوا من فكر وأقوال في من أرادوا إدخاله في مذهبهم.